نسبة الشيعة الجعفرية في سوريا لا تتجاوز 14% من السكان. أنشطة التشيع في سوريا. المعارض الثقافية الإيرانية. الاحتفالات والمهرجانات الخطابية في الأعياد الشيعية. شراء أماكن ونسبتها إلى آل البيت. تسهيل الدراسة في الحوزات ومنح الدارسين رواتب. تشجيع التشيع بالمغريات المالية والاجتماعية. انتشار مؤسسات التشيع منذ التدخل الإيراني في سوريا عام 2012. السفارة الإيرانية في دمشق. المراكز الثقافية الإيرانية. القنصلية الإيرانية في حلب. المدارس الشرعية الشيعية. المؤسسات والجمعيات الدينية التي أسستها إيران. جامعة حلب. جامعة الرسول الأعظم باللاذقية. كلية الشريعة في جامعة تشرين. المكاتب التابعة للميليشيات الموالية لإيران. وتكاد لا تخلو مدينة سورية من مؤسسة أو نشاط للتشيع.